2011 سيلفرادو 2500 يجيكم غمارة ونص. طبعا ممكن تقولوا يا أخي السيارة موش كلاسيك ليش تنزل عندكم ولا مو ماشية قليل، بس للأمانة لا، السيارة عليها شغل مكلف وتعديل جميل، وراح نشرح لكم وراح تشوف الوصف. يعني في ممكن نشرح ويفوتنا شيء، لكن راح تشوف اللي بيزود على السيارة يشوف الوصف وراح يقرأ بالكامل. 2011 4x4 الماكينة تجي 6 لتر 6.0، طبعا هذا يجي نصف فل اتش دي 2500 سيلفرادو. الممشى تقريبا 200 وكم يا شباب الممشى؟ 234. بس خلونا ندخل على التعديل اللي في السيارة. طبعا السيارة بتنزل مزاد لمدة 3 ايام في موقع مزاد صفقة. التعديل اللي صار على السيارة ليفت كيت كامل، طبعا الترفيع هذه 6 انش من شركة فابتك. طبعا هذه المعلومات كلها راح تشوفوها في تقرير المزاد، بس راح نشرح لكم اللي نشوفه واللي احنا مطلعين عليه. عندكم مساعدات غاز القيمة التقريبية بالفواتير 33,000 ريال مع التركيب، والفاتورة المرفقة هنا تمت في الكويت طبعا. وعندكم المقصات علوية اتش دي من نفس الشركة فابتك، تنباع لحالها. طبعا هنا الحوض زي ما انتم شايفين الحوض بالكامل. نشوف السيارة، طبعا السيارة ما نقدر نطلعها على الرافعة لانه الحجم ما شاء الله يعني كبير على الرافعة. عندكم شوف هذه اسفل السيارة هنا المساعدات الغاز. عندكم كذلك كفرات يوكو هاما، التكلفة تقريبا 7800 طبعا بالفواتير. جنوط بلاك كذلك أصلية، تكلفة 6500 مع الشحن. هنا الكفرات والجنوط يا أخوان. طبعا في رشة لأسفل السيارة رابتر للحماية. إن شاء الله عاد ما ننسى شيء ما نذكره للسيارة، لكن راح تشوفوه في الوصف. غطى الدفرنس خلفي من شركة نيترو تقريبا يعني 1500 ريال مع الشحن. داخلية السيارة نظيفة طبعا مخمل بيج. المرايات كذلك اتش دي، تكلفة تقريبا 3600 مع الشحن. عندكم هنا ديكور الابواب، هذا ممكن يحتاج له تركيب تبع القزاز، بس كديكور من هنا سليم زي ما انتم شايفين. مبرد الجير يا اخوان من ترو كولر 40,000 وحدة، تكلفة 1300 ريال زي ما انتم شايفين. هذه هنا اسفل السيارة، الماكينة هنا زي ما انتم شايفين يا شباب. الماكينة هنا، السيارة هنا يا شباب. طبعا دبات رصاص من ماجنا فلو 900 الحبة مع التفصيل تقريبا 4000 يا اخوان. انتل زي ما انتم شايفين بشكل رشاش طبعا مصغر الانتل هذا. واي معلومات اي استفسار المالك حاب يطلع عليها او المشتري المهتم المزايد، مكيف شغال. هنا فواتير السيارة يا اخوان مرفقة، المالك جابها ما شاء الله بالكامل. يعني حاب يوريكم الشغل على السيارة، كتيبات السيارة موجودة، ديكور أو طبلون سليم. عندكم الحزام، الربل، الفرش تبع السيارة. واللي حاب يطلع على صور إضافية فيديوهات يتواصل مع الشباب مع المكتب، إذا كان الفيديو غير كافي الشباب راح يزودوه إن شاء الله كامل المعلومات. الآن بنسوق السيارة. الله تبارك الله. طبعا الموية اللي تشوفوها مكيف، لأن شغلنا المكيف، هذه الموية المكيف. المرايات الجنب
واي سؤال اي استفسار حياكم يا اخوان ونشوفكم على خير.